انزين الغاليين، ما ابي ارفع صوتي لانه كنت ساكت حق فتره وما ابي اعور اذونكم. راويتكم شنو داخل العلبه مع الايفون 12 برو، راويتكم الفضي الرمادي والازرق. انا حبيت الفضي اكثر، حبيت اللون الابيض من خلف الجهاز، وايضا حبيت اللون الازرق بس الرمادي ذكرني وايد في جوتشي. مع الايفون 12 راويتكم اللون الاخضر كانه لون رقمي، وايضا اللون الازرق، وحاولت اراويكم الفرق بين اللون الازرق بين البرو والعادي. الغاليين ان شاء الله انتم حبيتوا الفيديو، اذا حبيتوا الفيديو اعطونا لايك، اذا ما حبيتوا الفيديو بس حبيتوا الجهد اعطونا لايك، واذا تبون تشوفون اخر الفيديوهات في اسرع وقت لا تنسون تسوون سبسكرايب، ودائما اقول لكم في كل فيديو شكرا 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 يا الغاليين، انتم من اطيب الناس وتساعدونا علشان نستمر. والسلام عليكم حق اخونا في ريلاكسنج اند. مع السلامة.